أخبار اليوم. كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله كده ربنا يحيينا ونشوف 6 أكتوبر باستمرار في انتصار وفي ارتفاع لمصر كده وترتفع وتصل إلى قمة القمم إن شاء الله بقيادة الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي كده وربنا يوفقه ويحميه. والله أنا بقول للناس كلها كل سنة وانتم طيبين وبقول إن دي ذكرى جميلة علينا كلنا وذكرى سعيدة برغم استشهاد والدي النهاردة لكن برضو هو أكيد سعيد النهاردة بمصر واللي احنا وصلنا الحمد لله دلوقتي. موقف يعني بينك وبين الرئيس السادات وما تقدريش إن أنت تنسيه؟ والله كنت دايما يوم 6 أكتوبر الصبح كنا دايما نتلم هو نازل الصبحية ونقف على السلم فوق في البيت والدتي كانت تقف تزغرط وهو نازل الصبحية ويمكن دي من الحاجات اللي دايما بنتذكرها النهارده قد ايه ان احنا كنا بنبقى فرحانين وهو نازل وبنزغرط وفرحانين بيه قوي. الحمد لله الحمد لله. طب يعني عايزين نعرف مشاعر المصريين النهارده بتمثل لحضرتك ايه مع الرئيس السادات؟ يعني الحقيقه انا ما تتصورش سعيده بالشعب المصري بس هو ده شعب مصر هو ده شعب مصر وهم دول ولاده لان هو الرئيس السادات الحقيقه كان بيعتبر يعني والدي كان بيعتبر مصر كلها يعني ولاده فيعني الحمد لله. أنا هنا لسه بقول يوم جميل تحول من يوم صعب إلى يوم صعب اليوم اللي حاربنا فيه وانتصرنا فيه واليوم اللي والدي كان نفسه يعني بلدنا تنتصر الحمد لله ربنا حققه وربنا يحميه. حاجات بسيطة كده من الرئيس في ذكرى الصلاة والسلام عليه. والله قدك يقعد معايا كان كتير بيبقى سرحان يعني كنت بكلم نفسي كتير ثلاث ارباع الوقت يعني بيبقى مشغول في دنيا تانية خالص. يا عمر لا موقف مشاعر بينك وبين الرئيس السادات يعني كبنت الرئيس هو كان حنين جدا وما حتى ما بيحاولش يكسب يعني اي حد يعني نفسه مش واخد باله مرة انا قلت مكتبين يعني فيها طريقة شويه لكنه مش عمل نفسه مش سامح انا فاكر لكن هو كان قلبه طيب قوي وابوه حنين.